موضوعنا اليوم فتح الحساب في البنوك التركية. بداية قبل كل حاجة لازم يكون عندنا شيء اسمه الرقم الضريبي. نتوجه احنا او الشخص الاجنبي يتوجه الى ادارة الضرائب، يروح ادارة الضرائب فبيروح هناك ياخذ شيء اسمه الرقم الضريبي الخاص. الرقم الضريبي الخاص هذا اي معاملات في تركيا بيتم عن طريق الرقم الضريبي، فتح حساب، استلام طابو، تخليص الكهرباء والماء، الغاز، كل الامور اللي تتعلق بالدولة لازم تكون بالرقم ايش؟ الضريبي. بعد ما ناخذ الرقم الضريبي نتوجه على احد البنوك التركية، فهناك يحتاجوا مننا عدد معين من الطلبات. الرقم الضريبي خلاص طلعناه، بعدها يحتاجوا عنوان. العنوان اذا كان عند الشخص عنوان في تركيا كان بها، ما عنده في بلد الام خذ العنوان الوطني ونترجمه الى اللغة التركية عن طريق المترجم، فناخذ صورة الترجمة هذه الى بنك، فيصير قدامنا حاجتين اللي هو الرقم الضريبي والعنوان الوطني، ثلاثة الجواز سفر. الثلاث حاجات هذه خلاص نحطها في ملف واحد او ناخذها معنا ثلاث الاوراق هذه ونروح لاقرب بنك ونعطي له الاوراق، فيتم فتح الحساب خلال 10 دقائق. بعد ما نفتح الحساب نقدر نطلب من موظف البنك انه يطلع لنا عدد الايبانات اللي نحتاجها احنا، مثلا نبغى ايبان دولار او ايبان اليورو، الريال، الليره، او اي عمله تحتاجوها انتم نقدر نطلعها الايبانات هذه، بالاضافه الى يدونا كارت اللي هو الكارت الاي تي ام، واذا تبغوا الموظف يطلب منكم مثلا اذا تبغوا كريدت كارد فتقدروا تاخذوا الكريدت كارد اذا لكم احتياج فيها. بعد ما نستلم الحسابات هذه كلها والكارت الاي تي ام نقدر عن طريق الاب ستور او الاندرويد ننزل التطبيق وتقدروا تسووا جميع احتياجاتكم البنكيه او المعاملات البنكيه عن طريق التطبيق في بلدكم او في تركيا عن طريق التليفون. هذه هي طريقه لفتح الحساب في البنوك التركيه.